توصيكم بالتلاحم وبالتكاتف، بهذا ننتصر ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله هذا المشروع هو مشروع اهل السنه، باذن الله النصر جاي، وان شاء الله الفرج جاي قريبا باذن الله. بحضور شخصيات حكوميه وعشائريه، يعقد مجلس القبائل والعشائر السوريه جلسه صلح لقضيه دم بين عشيرتي الصماطيه والحليبات هنا في مدينه ادلب، لقضية دم تعود إلى 4 أعوام من اليوم. لمعرفة المزيد حول هذه الجلسة رافقونا في هذه التغطية. هي همسات الرحمن وصرخات الشيطان ونداءات الجاهلية. خلدون الأحمد المتحدث باسم مجلس شورى القبائل والعشائر السورية، بعد عناء طويل من الأخوة المشايخ والوجهاء والأعيان في مجلس شورى القبائل والعشائر في حل قضية ما بين عشيرة الحليبات وعشيرة الصماطية، تم التوصل والحمد لله في هذا اليوم إلى حل. إذا أن عشيرة الصماطية عفت عن القصاص وعن الدم، وتم الصلح في هذا المجلس المبارك بحضور وجهاء وأعيان وشيوخ عشائر المحرر، وبحضور الدكتور مصطفى الموسى رئيس مجلس الشورى العام. ونقول لكل من شارك في هذا الصلح، ونخص بالأخص الطرفين أهل الصماطية والحليبات، جزاكم الله كل خير. وقد ألف الله بين قلوبنا بعد أن أعادت لنا ثورة الشام المحبة والمودة والألفة والوحدة بين كافة أبناء قبائلنا وعشائرنا. حسون أحمد الخليل أو مدينة السياد، عشيرة الصماطية، قبيلة أبو شعبان. والموضوع اللي صار والحمد لله الله قدرنا على الصلح، وبحضور مجلس القبائل وحضور الناس الطيبة والشيخ مهرب أبو عدي وحضور الناس الطيبة والشيخ إسماعيل أبو محمد شيخ البومانع، والحمد لله الله عنا على الصلح وأجرهم على الله. ما قدمنا لهم لن نوفيهم حقهم بهذا الكرم وهذا العطاء الذي منحونا إياه، ونحن مدينين لكم ما دمنا أحياء. نسأل الله كما جمعنا في هذا المكان في إدلب العز في إدلب الحرة أن يجمعنا في دمشق عما قريب، متآلفين متحاببين متعاضدين. الله يجزاكم الخير، الله يجزاكم الخير جميعا، والحمد لله رب العالمين. وأن تعفوا وتصفحوا هو أقرب للتقوى. بالاستناد إلى هذه الآية القرآنية، امتثل طرفاء الخلاف إلى الصلح تحت مظلة مجلس القبائل والعشائر السورية الذي بذل جهودا حثيثة لإبرام هذا الصلح بين العشيرتين. عبد الرزاق سرجاوي، راديو الثورة، من مجلس القبائل والعشائر السورية، إدلب.